أيتها السادة وأيتها السادات، فبادئ زي البدء نقدم جزيل الشكر والتقدير للمركز الأفريقي للبحوث ودراسات السياسات في اسطنبول على استضافته لي في هذه الندوة العلمية الرائعة، ومع كوكبة من المفكرين والمثقفين والباحثين والمهتمين بالشؤون الأفريقية بالأخص، الأخ الدكتور إدريس آيات، الذي استفدت منه كثيرا خلال هذه المحاضرة القيمة وخلال مقالاته ومنشوراته العلمية في المواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من المواقع العلمية. أيها السادة، الموضوع الأبعاد القانونية والشراكات بين القطاعين العام والخاص في العلاقات الصينية الأفريقية، Sino-African Relationships. مبدئيا لا بد أن نعرف المصطلحات الواردة في الموضوع، فالحكم على شيء فرع عن تصوره كما هي مقررة في أصول الفقه والقواعد القانونية والتنظيمية. الأبعاد القانونية هي مجموعة من السلك النظامية والأطر التنظيمية لإدارة وتسيير مؤسسة وتحقيق مشروع من الجوانب المشتركة. تطبيقاً لهذا المصطلح، سنتحدث حول القوانين والنظم التنظيمية التي تدير العلاقات الصينية الأفريقية. ما هي القوانين وما هي اللوائح والنظم والريجليشنز للعلاقات الصينية الأفريقية؟ المصطلح الثاني أيها الأحبة، شراكة بين القطاعين العام والخاص، عبارة عن تعاون بين الحكومات المركزية، الحكومات الوطنية، الحكومات المحلية مع شركات خاصة في التخطيط والتنفيذ والتسيير للمشاريع ذات الخدمات العامة أو الصبغة عامة. وبتعبير أدق، فهي عبارة عن اتفاقية تعاونية طويلة المدى بين المؤسسات التجارية الاستثمارية وبين الحكومات. المصطلح الثالث أيها الأحبة، العلاقات الصينية الأفريقية، كما تطرق إلى هذه النقطة الأخ الفاضل، هي الروابط التاريخية السياسية والاقتصادية والعسكرية الاستراتيجية والاجتماعية السوسيولوجية والثقافية بين الصين والقارة الأفريقية. فليست هناك فترة زمنية محددة لبداية هذه العلاقات الصينية الأفريقية، لكن بدأت بوادرها في القرن الرابع عشر لما رحل العالم المغربي الشهير ابن بطوطة إلى الصين. فقد اعتبر بعض العلماء في العلاقات الدولية بداية موجة الصينية الأفريقية، وكذلك زيارة المستكشف الصومالي سعيد مقديشو في نفس الوقت زار الصين، فقد اعتبرت هذه الزيارة بادرة لبناء العلاقات الصينية الأفريقية. لكن تسببت هذه العلاقات في بداية الستينات والسبعينات لما استقلت دول أفريقية من براثن الاستعمار الغربي، وبدأت الثورة الصينية الناجحة، فوجدت الدول الأفريقية أن هناك تقارباً كبيراً بين معاناة الصينية ومعاناة الأفريقية. وكذلك شاهدت الصين أن هناك تقارباً وثيقاً بين معاناة الصينية ومعاناة الأفريقية، فبدأت الصين تتجه إلى أفريقيا وبدأت تلك الصداقة السياسية والاقتصادية والتنموية بين بكين وبين الدول الأفريقية. أيها السادة، هناك نقاط عدة سنتطرق إليها خلال هذه المداخلة القصيرة. أولاً،
ما هي الأطر القانونية التي تحكم الاستثمارات الصينية في أفريقيا؟ كما سبق بيانه، الأطر القانونية هي مجموعة من السلك التنظيمية والتنفيذية لإدارة مبادرة أو مؤسسة لتحقيق مشروع بين الجوانب المشتركة. وعليه أيها السادة أيها السادات، هناك ثلاثة من أطر قانونية أو من الأطر القانونية التي تحكم الاستثمارات الصينية في أفريقيا، أسميها بالمثلث النظامي للشراكة التعاونية والعلاقة الصينية الأفريقية. على رأس المثلث أو قمة المثلث أسميه بالقانون الدولي، وعلى زاوية اليمنى من المثلث قانون الاستثمارات الصينية، وعلى الزاوية اليسرى من المثلث القانون الاستثمارات المحلية أو الوطنية. فلنبدأ بالتفصيل بالمثلث النظامي الأول اللي هو القانون الدولي للاستثمارات. فالقانون الدولي عبارة عن مجموعة من القوانين والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تضمن حماية الاستثمارات الأجنبية في دولة أجنبية منها الصين. والصين تلعب دورا كبيرا في السياسة الجيوسياسية الدولية، وكذلك الدول الأفريقية تلعب دورا كبيرا في هذا المضمار. فبالتالي كلا الجانبين يحترمان، ولا بد عليهما أن يحترم القانون الدولي في معاملاتهما وفي التعامل فيما بينهما. النقطة الثانية أيها الأحبة، الإنقاذ الثاني والزاوية هي الزاوية اليمنى من المثلث، الاستثمارات قوانين الاستثمارات الصينية. هناك ثلاث الجهات رسمية في الصين اللي تقوم بدور محوري لتشجيع الاستثمارات الصينية في الخارج وتشجيع الاستثمارات الأجنبية في الصين. وزارة التجارة هي الهيئة التنظيمية الرئيسية التي تحكم استثمار الصين الخارجي، وهي مسؤولة عن صياغة اللوائح الاستثمارات الصينية في الخارج. هيئة إدارة الدولة للنقد الأجنبي، في الغالب هذه الهيئة مسؤولة عن الاستثمارات التي تأتي إلى الصين، وهذه ليست نقطة نقاشنا في هذا المضمار. الهيئة الثالثة اللجنة الوطنية لإصلاح التنمية، فهذه تلعب دورا محوريا للتسجيل الاستثمارات الصينية في الخارج وبالأخص في الدول الأفريقية. الزاوية اليسرى من المثلث القانوني أو النظامي للاستثمارات الصينية الأفريقية هي الإطار القانوني الثالث، وهو قانون الاستثمارات المحلي. مثلا إذا أرادت الصين أن تستثمر في دولة نيجيريا، هناك قوانين ولوائح محلية تدير هذه الاستثمارات. إذا أرادت الصين أن تستثمر في المملكة المغربية مثلا، في مصر، في تونس، في كوت ديفوار، في الصومال، هذه الدول لديها قوانين والنظم المحلية التي تدير وتحكم على هذه الاستثمارات أو على هذا التعاون الصيني الأفريقي. فهذه هي الأطر القانونية اللي تحكم أو تحكم على الاستثمارات الصينية الأفريقية أو التعاون الصيني الأفريقي. نظام قانون العمومي ونظام القانون الفرنسي والمزيج من هذه الأنظمة هي المسيطرة على الدول الأفريقية. فهناك دول أفريقية بسبب التاريخ الاستعماري تتبنى هذه الدول القانون نظام القانون البريطاني العمومي، وهناك دول تتبنى نظام القانون الفرنسي، وهناك دول يعني تتبنى مزيجا من هذه الأنظمة كما هي الموجودة في بعض الدول العربية الأفريقية في المغرب، الجزائر وتونس. هذه الدول
تتبنى النظام الفرنسي بالإضافة إلى نبذة الملموسة من الشريعة الإسلامية وبالأخص في المعاملات الشخصية. فهذه النظم والقوانين المتباينة والمختلفة طوبى في الحسبان هنا تتعامل الصين مع الدول الأفريقية من حيث الاستثمارات. وبالجملة هناك ثلاث أطر قانونية محكمة على الاستثمارات الصينية في أفريقيا، أولها قانون الدولي، وثانيها القانون الصيني للاستثمارات، وثالثها القوانين المحلية أو الوطنية في الدولة المستقطبة أو المفيدة من الاستثمارات الصينية. أيها الأحبة، أيتها السادات، النقطة الثانية من نقاشنا تحليل دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تعزيز التعاون الصيني. لا شك أن للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص دورا محوريا في تعزيز التعاون الصيني الأفريقي في جميع المجالات التنموية، وبالأخص في بناء البنية التحتية الرئيسية أو المركزية المحركة لعجلة التنمية المستدامة. فجل الاقتصادات الأفريقية أيها الأحبة تنفق جزئية كبيرة جدا وسهما هائلا من ميزانياتها على نفقات المتكررة أو ما تسمى بـ recurring expenditure مثل الأجور والرواتب والخدمات الحكومية، بينما تحظى الاستثمارات سهما ضئيلا جدا أو ما تسمى بـ capital investment. فعلى سبيل المثال، ميزانية دولة نيجيريا عام 2023 كان تقريبا 57 مليار دولار، لكن 73% ما يقارب 34 مليار أنفقت أو تنفق على النفقات العامة مثل الأجور والخدمات. فبالتالي لم يبقى للاستثمارات إلا جزئية ضئيلة جدا التي قد لا تستطيع أن تلبي حاجات الدولة. وفي نفس المسار في جمهورية ليبيريا تنفق الدولة ما يقارب 81% من ميزانية الدولة على نفقات مثل الأجور والخدمات، فلم تبقى إلا جزئية ضئيلة جدا للاستثمارات. فعليه هناك هاجة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لسد الفجوة في الاستثمارات العامة مثل بناء الطرق والسكك الحديدية، بناء المطارات والمستشفيات والجامعات. لذلك يعني التعاون بين الدول الأفريقية وبين الصين في الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في تعزيز التعاون الصيني الأفريقي له دور محوري في انتعاش اقتصادات وبناء بنية تحتية في القارة الأفريقية. النقطة الثالثة أيها الأحبة، تحديات القانونية في التعاون أو للتعاون الصيني الأفريقي في الشراكة بين القطاع العام والخاص. فخ الديون كما تحدث عنه الأخ الفاضل، فخ الديون من بعض التحديات، وكذلك الاعتماد كلي على الاقتصادات الصينية، الفساد والرشوة، عدم اعتبار الجودة في بعض الأوقات. لذلك يتوجب على الحكومات الأفريقية سن القوانين واللوائح التي تحمي مصالح الدولة على بعيد المدى مع الحفاظ على العلاقات الصينية الأفريقية التي لعبت دورا محوريا خلال العقدين الماضيين. فقد الصين ما يقارب 200 أو أكثر من 270 مليار دولار أمريكي على المؤسسات الأفريقية وبالأخص المؤسسات ذات المعنية للبنية التحتية. دور المؤسسات الأفريقية في تعزيز بيئة قانونية مستدامة للاستثمارات الأفريقية، مما لا شك أيها الأحبة فيه أن سيادة القانون واستقلالية القضائية من المحفزات
للاستثمارات الأجنبية في أي دولة. لذا يتوجب على المؤسسات الأفريقية السعي لبناء أرضية تشريعية مشجعة وبيئة قانونية لجلب الاستثمارات وبالأخص الاستثمار الصيني الذي نحن بصدد الحديث عنه. فهناك عدة المؤسسات، لكن سنركز على مؤسستين أساسيتين التي تندرج تحتهما المؤسسات الفرعية. الدولة والحكومات هي المؤسسة الأولى، ولكل دولة ثلاث مؤسسات رئيسية: السلطة التنفيذية. السلطة التنفيذية تمثل الدولة في الخارج في توقيع اتفاقيات والمواثيق الدولية التي تعتبر جزءا من القانون الدولي. ولا شك أننا كما ذكرنا سابقا أن للقانون الدولي دورا محوريا في إدارة وتسيير علاقات الصينية الأفريقية والحماية الاستثمارات الصينية في القارة الأفريقية. السلطة الثانية السلطة التشريعية. لا بد للسلطات التشريعية في القارة الأفريقية صنع القوانين والنظم التي تحمي مصالح الدولة ومصالح الاستثمارات الأجنبية. السلطة القضائية لا بد لها إبراز حيادية واستقلالية في مهامها القضائية ليكون هناك تشجيع للاستثمارات الأجنبية وبالأخص الاستثمارات الصينية. المؤسسة الثانية أيها الأحبة المؤسسات القارية والإقليمية والكتل التجارية الأفريقية والاقتصادية. فعلى سبيل المثال الاتحاد الأفريقي يجب عليه أن يلعب دورا محوريا كالمؤسسة الأم لبناء أرضية قانونية وبيئة نظامية لتشجيع المستثمرات الاستثمارات الأجنبية وبالأخص الاستثمارات الصينية. وعلى الكتل الإقليمية مثل إقواس، مثل المجموعة الاقتصادية في غرب أفريقيا وغيرها من الكتل الإقليمية القيام بنفس الدور لتشجيع الاستثمارات الصينية في القارة الأفريقية. أيها الأحبة، بكل اختصار هناك ثلاث أطر القانونية التي تحكم على أو تحكم على استثمارات الصينية الأفريقية. أولاً القانون الدولي، الثاني قانون الاستثمارات الصينية، الثالث قانون الاستثمارات المحلية أو الوطنية في الدول المستقطبة، ولشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في انتعاش الاقتصاد الأفريقي وجني الثمرة من التعاون الصيني الأفريقي مهمة جدا، وتلعب هذه الشراكة دورا محوريا في تعزيز هذه الشراكة. شكر الله لكم على حسن استماعكم وبارك الله فيكم.